لي شقيقتي تقول في امرأة كانت تسولف معها فقالت له في يوم من الأيام رحت أزور أمي وأنا طالعة من البيت مخلصة الزيارة، أمي طلبت مني أني أجلس عندها يوم غيره، فقلت لها ما يستوي يعني تعرفي أنت أولادي والبيت وكذا، فقالت لي يا بنت تقول حايلتني محايلة عشان أجلس عندها، أنا رفضت طبعا أجلس عندها وطلعت من البيت، وأنا وصلت البيت جلست استذكر الوالدة يعني ليش الوالدة جلست كذا تحايلني وجلسي وجلسي وجلسي، تقول ما قدرت أجلس صراحة ورجعت لأمي وقلت لها يا أمي خلاص أنا قايل، الأم فرحت واجد إنه رجعت لها. سبحان الله تقول دارت الأيام ودارت السنون، فيوم من الأيام رجع الموقف لي، تقول بنتي كان جاية تزورني فطلبت منها أنها تجلس عندي، تقول بعد ما راحت طبعا حايلتها، بعد ما راحت بنتي جلست أفكر قلت أنا ليش حايلتها يعني تجلس معي، البنية متزوجة عندها زوج وأولاد ما علي معذورة. سبحان الله تقول بعد تقريبا ساعة وساعتين أشوف بنتي جاية وجايبة معاها ملابسها، يا بنتي خير؟ قالت يا أمي خلاص قررت أني أجلس عندك. تقول والله هنا استذكرت أمي لما كانت حايلني ورجعت لها، تقول لو ما كنت راجع لأمي ذاك اليوم كان بنتي ما ترجع لي تو أنها تجلس معاي وتكرمني بزيارتها مرة ثانية. سبحان الله كما تدين تدان.